طيب دي الضغوط بتاعت الجماهير النادي الاهلي. طب ضغوط المنتخب والفتره كمان تحديدا بتاعت كوبر كنت بتتعامل معاها ازاي؟ لانه كنت بتنتقده كتير جدا بشكل فردي او بشكل جماعي، كنت بتتعامل هو ازاي؟ هو الضغوط دي يعني في شغلتنا شيء ثابت يعني ما فيهاش حتى لان انت مثلا بتتخطى مثلا حارس بيعيش في محافظه كلها بتحبه وكلها عايزاه، ايوه عواد مثلا في الاسماعيلي، فبتلاقي كل الناس اللي هناك منتقدينك وزعلانين منك. ايوه فضلت او مش فضلت يعني كم المفروض يبقى حارس المنتخب من الاهلي، جماهير الزمالك كلها بتبقى ايوه نفس الحكايه. لكن هو انت كشفافيه وك ضميرك وكده ما بتبصش للحاجات دي، انت بتشوف الافضل. يعني دايما يسالوني انت حراس المنتخب بتختارهم ازاي؟ بقول بختار الافضل في الوقت بتاع المعسكر خلاص، من وجهه نظرنا كجهاز يعني. ايوه طيب هو موضوع عواد ايه تحديدا؟ يعني حضرتك كان ليك رؤيه معينه في عواد، هل مع انه عواد دلوقتي ما بقاش موجود في نادي الزمالك بشكل اساسي واللي بقى اساسي هو ابو جبل، ده بيؤكد وجهه نظر معينه كانت عند كابتن احمد ناجي؟ هو بالتاكيد مش انا مش ولا مبسوط مش ان شرط؟ عواد يعني حظه كان عاثر يعني في الزمالك، لانه حارس موهوب جدا ويستحق ان هو يكون موجود في نادي كبير. ولكن كان وجهه نظرنا انه احنا ما شفناش عواد تحت ضغوطات كبيره، لكن شفنا شريف اكرامي تحت ضغوطات كبيره، المفاضله كانت ما بينهم في كاس العالم. ايوه ورحت السعوديه اتفرجت على ماتشات كبيره وماتشات مش كبيره، وكانت وجهه نظري انه شريف اكرامي هو الاحق. قلت وجهه النظر ديت للجهاز ولا كنت واخدها كانطباع عندك وخلاص؟ لا واحنا كنا متعودين جدا يعني مستر كوبر كان يعني سايب لي الحته دي يعني، سايبها لك. ومعظم المدربين اللي اشتغلت معاهم حقيقي يعني بعد فتره بسيطه بتتولد الثقه من خلال ايوه شغلك وقراراتك والانطباعات كمان كل الشخصيه. كل المدربين اللي انا اشتغلت معاهم اسامي كبيره جدا وعندهم عقليه احترافيه كبيره، يعني ناس يعني اجيري وكوبر ومانو جوزيه ونبيل معلول ورسفان لوسيسكو وجوبن فرير واسامي كبيره جدا. ودلوقتي طبعا انا بشتغل مع الكابتن حماده الصدري يعني برضه من الناس الحبايبي قوي يعني. صحيح. النهارده كنا مع بعض الصبح وانا معجب كمان باسلوبه كشخص رزين كده صحيح. وعنده حته المدربين الكبار يعني. صحيح. طيب في الجزئيه بتاعت عواد تحديدا، هل حضرتك وعدته وانت في السعوديه انه هيبقى موجود معاك في المنتخب؟ يعني اصل الموضوع ده قتل بحثا يعني ماشي. فالمساله انت سكت شويه كده. لا لا ما انا سكت عشان برضو يعني هو ده بتحاول تنتقي الكلام. لا هو انسان وبشر وانا عايز احافظ عليه يعني مش اكتر من كده. يمكن في وقت من الاوقات انا حسيت بان انا يعني تجاوزت في ان انا يعني ازعل من كلامه، لان انا جبت تاريخي زمان ولقيتني عملت حاجات زيه والله. ولقيتني متجاوزت وكنت حاسس بظلم وكده. طب ما تحكي لي ده كان امتى ده عشان هيردني للموضوع اللي انا بتكلم فيه. لا دي يعني من اول ما كان في مشكله بينه يعني مش بيني وبين عواد، بين عواد ونفسه يعني. انه حس بظلم وانه قال كلام مش مش أي. مش 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 مظبوط. فكان المفروض ان انا ما يعني ما زعلش يعني ما زعلش، لان انا لما دورت برضو في تاريخ انا شخصيا لقيت في اوقات انا تجاوزت فيها يعني، فاهم؟